وللحديث عن التظاهرات في العراق واستمرارها على الرغم من القمع الحكومي لها، معنا من الناصرية الناشط في التظاهرات الأستاذ كاظم ماجد. مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا بك وبقناتكم وبكادر قناه الرافدين وبمتابعيكم حياكم الله. ومشاهديكم الكرام. اهلا وسهلا بك. تظاهرات حاشده كما نلاحظ في بغداد وفي محافظات اخرى، واللافت ان هذه التظاهرات تستمر وتحافظ على زخمها على الرغم من اولا عدم الاستجابه الحكوميه للمطالب، ثانيا محاولات القمع في بعض المرات لهذه التظاهرات. على ماذا يدل ذلك؟ كما تعودت الحكومه والميليشيات بان تظاهراتنا هي سلميه، ومهما حاولت هذه الاطراف جر التظاهرات الى الطرق الغير سلميه فاننا مستمرون بسلميتنا. لذلك تعودت هذه الميليشيات والقوات الحكوميه ان تقوم بقمع المتظاهرين، ذلك لان امنت العقاب وان الشعب سوف لن يغير يعني مسار الثوره. ذلك هذه الميليشيات بدأت تقمع وتقتل وتخطف وتغيب المتظاهرين السلميين وتتجاهل المطالب، لكننا نقول بأن ثورة تشرين هي مستمرة ولن نستمر على هذا النحو. ما زال هناك وعي وهناك اندفاع ثوري للشباب، فإن شباب تشرين سوف يستمرون بهذه الثورة، وأن الوعي بدأ ينتشر ويتزايد في صفوف الشباب وعامة شرائح الشعب. لذلك فإننا نقول ثورة تشرين هي من ستطيح بهذه العروش، وأن الأحزاب والميليشيات مهما فعلت فإننا باقون في ساحات التظاهر، وأن أيامهم قد بدأت أمام ثورة تشرين تنتهي، وأن هذه الثورة سوف تكون هي الفيصل بين ميليشيات التي أتى بها الاحتلال وبين هذه الحكومة الفاسدة العميلة المتآمرة على العراق أرضا وشعبا. فإن نقول لهم بأن أيامكم قد انقضت وأن ثورة تشرين والشعب، لكن نعم هذه المظاهرات، هل ثمة استجابة لهذه المظاهرات والمطالب التي يرفعها المتظاهرون في بغداد وفي أكثر من محافظة؟ طبعا هي المطالب تكاد أن تكون يعني موحدة. مطالبنا هي اولا اطلاق سراح المعتقلين والمغيبين لدى الميليشيات، وايضا هنالك نقطه مهمه جدا، قرارات اعدام بحق متظاهرين ابرياء باتهام كيديه كما حصل في قضاء العزيزيه في محافظه واقطب. محكمه العزيزيه حكمت كما حسب علمكم ايضا حكمت على شباب أربعة بتهم قتل ضابط بالإعدام، وهؤلاء الشباب طبعا هم أغنياء، ولدينا ولكل المتظاهرين تشرين ولكل المطلعين على ثورة تشرين بأن هؤلاء الشباب الأربعة هم أغنياء. فكل هذه هي عمليات قمع، وكل ما يحصل القصد منه هو إسكات ثورة تشرين وإسكات الأصوات الوطنية التي تنادي بالتغيير وبإسقاط العملية السياسية الفاسدة وبمحاسبة قتلة المتظاهرين وبمحاسبة سراق المال العام. كل هذه الأسباب لا تثنينا عن مطالبنا، فسوف نكون موحدين في كل المحافظات سواء ثوار تشرين أو كل قطاعات الشعب. نحن لا نقول بأن تشرين هي وحدها من تمثل الشعب العراقي، نعم، بل كل الشعب العراقي حاليا أصبح ثائرا، أصبح على وعي كافي بأن الإباحة بهذه العملية السياسية وهذه الطبقة السياسية. أستاذ كاظم، في الوقت الذي يتمسك به المتظاهرون بالسلمية وبأهداف الحراك منذ عدة شهور ومنذ سنوات، هناك دعاوى، هناك أحكام مرفوعة ضد بعضهم من الناشطين والمتظاهرين، كيف ينظر إلى هذا الأداء الحكومي والميليشياوي تجاه المتظاهرين السلميين؟ أخي الكريم، ما تعرض له المتظاهرون من دعاوى قيدية هي طبعا بضغوط ميليشياوي على الحكومة، وإن كانت الحكومة لا تعاهد ميليشياوي أيضا، لكن هذه الميليشيات ترى أن في ثورة تشرين هي العدو والشوكة الوحيدة التي تقف بوجهها وتوجه مخططاتها وإراداتها، وأن ثورة تشرين ينظرون إليها هذه الأحزاب بأنها هي من تتهم بعروشهم وعلى يدها سيكون التغيير. فلذلك تكون
هي منتقد بوجه الثوار وتملي على الحكومه الميليشياويه ان تصدر مثل هذه القرارات، خصوصا وان القضاء العراقي هو قضاء مسيس قد اصبح اداه يعني بيد الاحزاب الفاسده وبيد الجهات المتنفذه وبيد اصحاب السلاح نعم. الميليشياويين، لذلك القضاء اصبح يعني اداه طيعه تنفذ ارادات ما تمليها عليه الاحزاب، فتصدر احكام بحق المتظاهرين السلميين، احكام جائره في وقت هنالك قتلت المتظاهرين المعروفين بالاسم كما حصل في مجزره جسر الزيتون في غرب 8 ساعات فقط، يعني بس هذه ملاحظه يعني حتى تكون على اطلاع، 8 ساعات فقط يقع 70 شهيد على جسر الزيتون والاف الجرحى، وجميل الشملي وطبعا هو من اصدر هذه الاوامر اوامر المنع، والكل يعلم بهذه الامور، جميل الشمري حر الطريق ولا يحاسب، وكان دماء شرار تشرين هي دماء رخيصه، وبالمقابل تصدر احكام بحق متظاهرين سلميين ابرياء بدعاوى قيديه وتنطل احكامهم بالاعدام كما حصل في محافظه واسط. طبعا هذه الاساليب هي القصد منها قمع شباب ثوره تشرين واسكات الاصوات الوطنيه وانهاء الثوره حتى تتمكن هذه الاحزاب من التجذر اكثر وتسيطر وتهيمن على البلد وعلى ثرواته، ويبقى الشعب يقاسي القهر والجوع والحرمان. اشكرك استاذ كاظم ماجد، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الناشط في التظاهرات.